الله يسلمك تعالى. عشان كده نحن الشرطه الشرفاء برضو زي اللي يقفوا بعواد. اما الشرطه التي لبسوها هم وضربت اولادنا دي مرحب بها في كل ميدان. مرحب بها في كل ميدان. عشان كده يا اخوانا نحن برنامجنا متواصل. الزول بال عنده لا يقول بهذا القال عتاك انا مش تمن مريم مش تقدر هذا قول بي باب ليس السبع هذه تيرا لا جدي انت وذا برنامج دي يكي تو يا رب اذا كان هيك دو درونا ودرون برسول بيت واهم من كل دقيقوا وجزوا صدق يوسف في بين عشان صدق يوسف في هنا واجتسالة ومنع وكويبين مش هم مسؤولين عشان يوصلوا الدقيق والجازرين طيبين براهن كما نتم وزننا والبقين الشيء الثاني اللي اتفقنا عليه او نودين هد 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 ريم بل انتجاد خدار بل انتجاد ام براجلوا مننا سوراتونا امين دا موقف بدونها لأننا بشركم بكرة إن شاء الله جاي وقت من الخرطوم دي القيادات أهلية بعد بكرة جايين ناس الهرفين كلهم وبعد يوم الحج جايين كل القبائل أو هاشم كمين أنا قبل نص ساعة كان ضربي واحد من الفاشش فلذلك كل أهلكم السودان يتحرر من هنا من قبضة الشيوعيين ومن قبضة اليسار يتحرر من هنا ونقول لك يا برهان تحرك الشعب معاك وأبي هذه المهزلة وأعلن انتخابات إذا ما رضوا بفترة أنت تحكمه ومجلس مدني بتاع وزراء ذات كفاءات يحكم إذا ما قدروا أعلن انتخابات سنة بعد بكرة الحشاش يبدأ شبكته فربنا يزيدكم كل خير وكل ما شافه جاهزيتكم الرعب هيخش في نفسه والكلام ده من تحت المكيفات يقولوا نمسك فيك وانا اشكر اخواننا اتصلوا بينا سواء كان من الشكريه سواء كان المك مزمل سواء كان ناظر الشيخيه والجعليين واهلنا كلهم من غرب السودان وكل الجهات اللي اهتمت اللي اتصلت قالوا له راجل ورجال يجوا هنا الشرق السودان الجماعه ديل عشان يمسوك كده قالوا لي وانا اشكرهم يعني ونحن يا اخواننا السوارين انتوا نحن ما في بيناتنا مشكله قاعدين بنركب معاكم وانتم عندكم اطفال والعيد جاء ما قصصنا والله يعني نكفل لكن الطريق ده وقت نكفل في مجرمين لازم يرجعوا ولازم الثوره دي زي ما قامت تحكم الشعب السوداني يحكم نفسه بنفسه الله اكبر ولله الحمد ولا ناشد حزب الامه من مقبله الشهداء أن يخرج من هذه المهزلة التي من هذه اللجنة التي تسمى حزب الأمة حزب استغلال وحزب نظيف حقه وحزب أغلبية حقه يطلع من المعمعة دي وأن ناشد أخونا الدقير برضه بتاع الحزب السوداني أن يخرج ما يدعم اليسار ما يدعم اليسار حكومة نحن ما ضد الفكرة الانتقالية عشان ما يستنشروا فيها ما ضد